بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، معكم عبد السلام الشرقامي مع الوحدة الثالثة والأخوة الإسلامية، ومع الدرس التاسع الجار قبل الدار. ما مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة، ويجب علينا اختيار الجار قبل الدار. لمعرفة حرمة الجار أقرأ الحديث الآتي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الجار له منزلته ومكانته في الإسلام، فما حكم أذية الجار؟ حكم إيذاء الجار لا يجوز. معاني الكلمات: الكلمة بوائقه شره. من معاني الحديث وإرشاداته: منزلة الجار في الإسلام كبيرة وحقه عظيم، وقد أمر الله بأداء حقه في كتابه. نفى كمال الإيمان عمن لا يأمن جاره شره، حيث أقسم النبي على ذلك. من حقوق الجار التي أمر الإسلام بها: الهدية، الزيارة، الكلمة الطيبة. ومن صور أذية الجار المحرمة كشف حرمة بيته بالنظر، وضع القمامة أمام بيته، رمي الحجارة على بابه، إتلاف سيارته. فكر، قال أبي أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأل عنه غيرها. ما سبب اتصافه بذلك؟ تطبيقات سلوكية: أكرم جاري وأحسن إليه، أسلم على من لا أعرف ولا أعرف من المسلمين. والآن أترككم مع التقويم الأسئلة والإجابة.